كل طالب نجح في الثانويه العامه احتفل بنجاحه ويوم اعلان النتيجه وفرح وزقطت وما كلمش حد في بيته حد ناجح في ثانويه عامه الا وتسمع الزغاريد والاحتفالات الا طالبه اسمها اروى. اروى للاسف فرحتها اتاجلت واتاجلت كتير، وايام التاجيل دي في حاجه زي كده بتبقى صعبه، مش الايام بتبقى صعبه، بتبقى الثواني اصلا صعبه. اروى جمال السيد بنت احدى قرى منيا القمح في الشرقيه، يوم اعلان نتيجه الثانويه العامه جات لها صدمه العمر. ليه جات لها صدمه العمر؟ لانها لما النتيجه تم اعلانها عرفت ان مجموعها صفر، نتيجتها صفر. طبعا الصدمة الكبيرة يعني مش ممكن، أصل صفر ده إزاي يعني؟ ما أكيد هي كتبت حتى أي حاجة، يعني أكيد علمت حتى على أي حاجة في البابل شيت. طبعا بعد الصدمة لما بدأت تهدى الكل اتأكد أنه أكيد في حاجة غلط، لأنها مستحيل تكون يعني ما جاوبتش على أي سؤال صح خالص في كل الامتحانات، كل الامتحانات. فالحقيقة يعني الموقف كان صعب بالنسبة لأروى، وبسبب الغلطة دي بدل ما البنت تقعد تفكر في الكلية اللي عاوزة تدخلها اضطرت تروح تعمل شكوى، وابتدت مع والدها رحلة بتحاول فيها أنها تسترد حقها. أخيرا الحمد لله نتيجة أروى طلعت، والصفر اتحول الحمد لله ل 84.6، رقم حلو يعني. أخيرا أروى بتحتفل بنجاحها المتأخر بعد أيام صعبة جدا أكيد عاشتها. السؤال هنا بقى، هو كان الصفر ده جاي منين؟ وإزاي الصفر ده اتغير؟ طبعا اللي بياخد صفر في ثانوية عامة يا إما ما حضرش الامتحان أصلا أو اتعمل له محضر غش، الحاجتين دول، أصل مستحيل حد ياخد صفر خالص، محدش ممكن في كل حاجة، في كل المواد، كل الأسئلة، كل حاجة غلط، طب ما فيش حاجة جت صح بالصدفة حتى، فصعب يعني. طيب هذه الحالة اتعرضت ليها أروى، صفر خلاص، اشتكت والحمد لله الشكوى نتيجتها انها اتبرأت، لانها كانت للاسف متهمه بانها بتسرب ورقه امتحان. معانا على التليفون اروى طالبه الثانويه العامه اللي هي كانت نتيجه اختبارها صفر وتحولت ل 84.6. الاول يا اروى الف مبروك، اروى جمال بنبارك لك، 84.6 ده حلو. الله يبارك في حضرتك. انت علمي ولا ادبي؟ علم رياضة. علم رياضة، يعني إن شاء الله تدخلي الكلية اللي نفسك فيها هندسة ولا إيه؟ اللي بيدخل علم رياضة ده بيبقى نفسه في هندسة. نفسه في هندسة. بإذن الله. نفسك تطلعي مهندسة؟ بإذن الله. بس بصي بقى القصة، من صفر لأنك داخلة مرحلة أولى وهتبقي مهندسة قد الدنيا. ده كرم ربنا. الحمد لله. احكي لي بقى، أنا حكيت الحكاية بس إيه الجديد في الحكاية؟ ازاي كافحتي انت ووالدك علشان تعرفي تجيبي حقك؟ والحمد لله يعني وزاره التربيه والتعليم كان فيها برضو انه راجعوا وشافوا وتاكدوا وعرفوا انك اتظلمتي. هو اولا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان هو لما قدمنا الشكوى هو كان استجاب للشكوى دي، وبدا ان الموضوع يتحرك في وزاره التربيه والتعليم ان فعلا طب الشكوى دي كان سببها ايه، والبنت دي جابت صفر وهي فعلا ما عملتش حاجه، وبداوا التحقيقات تاني في الموضوع. ولقيت بس ايه موضوع المحضر الغش اللي كان معمول ضدك؟ انت كنت متهمه انك سربتي اسئله امتحانات تقريبا الفيزياء ولا الديناميكا؟ الديناميكا. طيب ايه اللي ليه انت كنت محطوطه في دائره الاتهام دي؟ لان انا لما دخلت امتحاني بعديها ساعه، يعني بعد الامتحان بنص ساعه، لقيت جاي لي من تحت ان الورقه دي متسربه. فازاي الورقه دي متسربه واحنا اصلا ثلاث بنات في اللجنه، لان الديناميكا ما كانش معانا طلاب علوم، كانوا اجازه. وعندي اتنين ملاحظين ومراقب دور، يعني احنا ثلاث بنات وفي ثلاثه واقفين علينا، يعني حتى اصلا لو احنا معانا حاجه احنا هنطلعها ازاي؟ هم يعني كل اللي بيمتحنوا في الماده دي ثلاثه. كنا في ثلاث بنات في اللجنه. مش فاهمه برضو يا اروى، فاهميني التسريب من وجهه نظرهم كان ازاي؟ التسريب من وجهه نظرهم انه حصل مني. ايوه منك. عملتي ايه يعني؟ سربتيه ازاي؟ انا ما سربتش. لا انا حضرتك، انا عارفه، لقوا تليفوني موجود بره المدرسه، مغلق بره المدرسه. اصلا مسؤول الامن نزل جابه من بره المدرسه، من مع واحده صاحبتي، من ام واحده صاحبتي. يعني انت وانت قاعده في الامتحان
على طول جه الموضوع ده. طب جالك ازاي؟ رئيس الكنترول طبعا طلع من تحت ان الباركود ده متسرب بره، وانا ما عملتش حاجه، فبالتالي معكيش تفتيش ذاتي الموبايل ثلاث اصلا. مرات. ايوه فتشوني تفتيش ذاتي 3 مرات، ولا سماعه ولا موبايل ولا اي وسيله اتصال اصلا. فاتعمل ضدك محضر غش. طب حليتي لا، ما الامتحان ده؟ كانش محضر غش، امال هو ايه؟ كان اثبات حاله، لكن في المحضر كان بيبرقوني فيه. تمام، بس انتي قعدتي وكملتي مادتك وحليتي عادي. ايوه طب والاتنين اللي كانوا قاعدين معاكي في اللجنة برضه اتفتشوا وما كانش معاهم اي حاجه. مفيش اي موبايل خالص في كان في اللجنة دي؟ ايوه طيب كلهم حصل لهم زيك صفر برضو ولا ايه اللي حصل؟ لا، هم درجتهم كلها طلعت عادي. انتي بس اللي ما تمش تصحيح الموقف. تمام، انتي عرفتي الخبر ده امتى انه نتيجتك اتحولت ل 84.6؟ هو امبارح إدارة الشؤون القانونية في وزارة التربية والتعليم كلمتنا ان احنا نروح، فروحنا طبعا فتحوا يعني تحقيق تاني وتأكدوا ان انا ما عنديش اي مشاكل وان انا ما سببتش اي حاجة. اما المسؤول هناك قال لي خلاص الافراج عن نتيجتها، وان اللي عمل كده تم جزائهم وكل حاجة توصلوا فعلا اللي تمام. عملوا كده. توصلوا فعلا ليهم وتم جزائهم جزاء رادع يعني، وكل حاجة ظبطوها هم، وان انا خلاص تم الافراج عن نتيجتي ونتيجتي ظهرت. طب أروى، أنا يعني عندي فضول كده أعرف، أول ما شفتي النتيجة إنها صفر عملتي إيه؟ يعني انا أول ما شفتي كسرت صفر التليفون، إيه؟ قلت لي إيه؟ خبطت التليفون في الحيطة. كسرتي تليفونك يا أروى؟ مندفعة برضو. طيب وكان شعورك إنك أنت، أنا أكيد مظلومة لأن أنا حليت وأنا شاطرة. السنة اللي فاتت أنت جبتي كام في المية؟ في السنة اللي فاتت انا ناقصة حوالي، يعني هو كان تقديرات، كان كل تقديرات امتياز، يعني اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها انت جايبه يعني كله امتيازات امتياز. انا وجيد جدا في وزي ثالثة الفل. اعدادي 273 من 280. يعني طالبه متفوقه، تاريخك كله بيقول كده، فطبعا مش طبيعي انك فجاه تبقي صفر. طب ايوه الايام كانت عامله ازاي؟ انت كام يوم من اول ما تم اعلان النتيجه صفر، وبعدين من اللي هو تقريبا من السبت اللي قبل اللي فات مش كده؟ 10 ايام. 10 ايام. عملتي ايه في ال10 ايام دي؟ كنت بتنامي ازاي يا ارو؟ هي ما كانش فيه نوم طبعا، لو ساعة واحدة وكانت ساعة بس كده، اللي هو جسمي تعب لوحده، فارتاح ساعة وقمت مفزوعة برضو نفس الفزعة. 10 ايام من غير اكل ومن غير نوم، يعني كانت حالة صعبة جدا. طب خلاص الحمد لله الحالة دي عدت ودرجاتك كلها اتردت لك، وطبعا يعني بنتمنى لك بقى تبقي مهندسة جامدة بقى، ونقعد تبقي ماسكة منصب كبير ونقعد نتندر بقى. أروى جمال اللي يعني كانت جايبة صفر ودخلت هندسة ب 84.6، بقت المهندسة الكبيرة. بس خدي بالك بقى من الامتحانات بتاع كلية هندسة، اوعي يحصل لك كده. مش عايزين صفر بقى في كلية هندسة، مش عايزين كده. لا لا لا، خلاص بقى، كفايه صفار. صعب جدا. اشكرك شكرا جزيلا اروى جمال، طالبه الثانويه العامه اللي كانت نتيجتها صفر، والحمد لله تم تصحيحها ل 84.6 اللي هي درجاتها اللي هي تستحقها.